رمضان جه علينا بقى واحنا مسافرين وفي نص الرحلة. الأيام اللي جاية بقى هنحاول ايه نزود عدد الفيديوهات شوية بحيث ان هو رمضان والناس بتحب تتفرج، فربنا بس ايه يقوينا كده على رمضان وعلى الصيام في السفر والكلام ده. طولنا احنا في ملاوي الفترة ديت عشان كنا الأسبوعين اللي فاتوا دول متطوعين في مدرسة خياطة اسمها تيستو في ملاوي. هي منظمة غير هادفة للربح، بتهدف لتعليم السيدات الخياطة، وان هما يعني بتحاول ان هما يكفلوا السيدات اللي جايين يتعلموا عندهم الخياطة لغاية لما يبقوا قادرين ان هما يفتحوا مشروع لنفسهم، بيساعدهم ان هما يعملوا مشروعات لنفسهم بعد كده. المنظمة ديت منظمة المانية ملاوية، وكان وظيفتنا هناك ان احنا نعمل لهم فيديو، وكانت المهمة ان احنا نتتبع يعني 2 من الستات حياتهم مختلفة تماما عن بعض، واحدة مسلمة وواحدة مسيحية، واحدة متجوزة عندها أطفال وواحدة عازبة، عشان نوري في الفيديو يوم من حياتهم. دي كانت الفكرة اللي احنا طرحناها عليهم، بحيث ان احنا نخلي الناس اللي بتشتري المنتج ده بتبقى عارفة ان المنتج ده مش مجرد حتة هدوم انت بتشتريها جاية من ملاوي وشكلها حلو وبتاع، يعني يخلي الناس متواصلة اكتر مع المنتج. للحاجات اللي شفناها في التجربة ديت كانت يعني صادمة. تتبعناهم من المدرسة لغاية بيوتهم، بيتنا معاهم كمان، عندهم في بيوتهم ليلة. اللي احنا شفناه حاولنا بقى على قدر المستطاع ان احنا نطلعه في منتج او في فيديو محتوى مدته 6 دقايق. رايحين دلوقتي اخر يوم لينا في المشروع اللي متطوعين فيه، بقالنا حوالي 3 اسابيع عشان نوريهم الفيديو ده. رايحين دلوقتي على شينسابو. المدرسة دي بقى يعني واحدة من المناطق الشعبية قوي في العاصمة هنا، يعني قرى في المدينة نفسها، المناطق اللي هي كانت بتاعت السود زمان، يعني هم ايام ما كان الاحتلال كانت ديت الاماكن اللي بيعيش فيها السود بس. المدرسة موجودة في المكان ده ولازم تاخد لها مواصلتين وتعب، يعني كانت رحلة شقة. كل يوم كنا بنروح المدرسة ديت الأسبوع كله عشان نخلص الفيديو أو الاثنين اللي هنعمله لهم، بس يعني كانت تجربة حلوة. يعني وصلنا المدرسة، كل حاجة يعني مشوقة، متوتر جدا، متوتر جدا اكتر من اي وقت فات. يعني الفيديو ده مختلف تماما للناس دلوقتي بيحضروا نفسهم عشان يشوفوا الفيديو، واحنا حضرنا نفسنا برضو عشان الناس يشوفوه. دكتور هناك اليكس مدير المشروع، الراجل اللي مساعدنا في كل حاجه، البيج بوس. Very nice, man. Really? Very, very much. We like it. It's like a mochi. We like it. And thank you so much to Fatima and Bridget to welcome us in their place. It's really, it was really amazing. Wow. الفيديو ده من الحاجات اللي لمستني قوي. يعني من سنة ما كنتش في المكان ده، سنة اصلا ما كنتش بعرف امسك كاميرا، يعني ما كنتش بعرف اصور، ما كنتش اعرف يعني ايه تخطط لفيديو، يعني ايه تعمل فيديو بالمستوى ده. كل خطوة خدتها في الفيديو ده عشان اعمله اثرت فيا بجد، يعني ما وصلتش اللي انا نفسي فيه، بس دي خطوة كبيرة قوي لحاجات كتير جاية. لما كنت بس بفكر في الموضوع ده ان حد في من الايام ممكن يسألني ان اعمل فيديو له، كنت بحس ان انا مرعوب. الفترة اللي فاتت كانت يعني بالنسبة لي حاجة كبيرة، يعني احنا نوصل للألف مشترك، كنا قاعدين انا ودومني وكنا بنقول ان احنا عايزين نوصل للألف قبل نهاية ملاوي، كانت حلم. يعني كنا بنقول احنا هننافس نفسنا عشان نوصل
للرقم ده قبل ما نطلع من هنا. تشجيع الناس الايام اللي فاتت على الفيسبوك بعد الكلام اللي كتبته عن الرحله هنا وعن طريق حياتي اللي خدته والفيديو اللي انا عملته ده وردود افعال الناس. يعني الواحد كل ما ده بيثق في نفسه اكتر وكل ما ده بيحس ان هو يعني ايه رايح في الطريق الصح. الفيديو ده هنزله لكم بكره باذن الله على اليوتيوب، وهشتغل النهارده على ترجمه الفيديو ده عشان كله بالانجليزي طبعا عشان انتوا تقدروا الرساله توصل لكم كده. فاستنوا تشوفوا الفيديو ده بكره. ترى النهارده عظيم وربنا حاجه كده ما بتحصلش في افريقيا كل سنه مره. يعني الناس في مصر مثلا لما يجوا النهارده مثلا يعملوا فطار، يعملوا فطار رحمه سمك، ويخشوا بقى على الكرومب والكلام ده، فراخ مشويه وحاجات من ديت، بط. انا عارف ان اول يوم ده يوم البط، بس احنا نعمل حاجه مختلفه. وي ار ديفرنت. النهارده هنعمل فلافل، بس مش اي فلافل، فلافل فلسطينيه. عمري ما قلتها، بس دومينيك دايما كانت تقول لي الفلافل الفلسطينيه احلى فلافل كليتها في حياتي. صح شوف. حاجة تانية بقى في فطارنا النهاردة، فول يا اخوانا. يعني عشان نجيب الفول ده علينا احلى معاناة. هي مسؤولة عن العيش. مرينا العب. يعني نعمل ايه؟ فلافل فلسطينية لازم نروق عليها، وعشان نروق عليها هي كمان لازم تروق عليها. حطينا كمون دلوقتي، نحط فلفل عن بارسلي اللي هو بقدونس، وبإذن الله تطلع فلسطينية مش مصرية. يعني ايه مغركوش اللي انا بتكلم والكلام اللي بتكلمه. دول اهم حاجة في الدنيا، عجوة اللي قلبك يحبها كده من محل لبناني جواه سوداني. يعني ما مش هيدن بقى ولا ايه؟ 5:30 متظبطين. صوم مقبولا وافطارا شهيا يا دينك. The best lunch I was ever drink. ديت مش فراولة، دي جوافة افريقي. ما احنا لك صمت على رزقك افطرت. رمضان مبارك. رمضان مبارك. باشا سبوي. انتفخ. هو كده اول يوم رمضان هيكون. مع السلامة. واحد دوبك يصحى على بعض السحور. تصبح على خير.